ترتيباتي يوم المقابلة فكرني بأول شغل في حياتي. مهندسين كتير جدعان وبيسعوا للوظيفة، خبرتهم في الحياة مفيش زي الورقة النظيفة. آخر سيفي في إيدي باسم نور عبد الكريم، ورقة مذكرات من نص وقعت بتاريخ قديم. نور كان الكبير على بنتين اتنين، بالمسؤولية عمره ما اشتكى طول السنين. صحابه دايما بيلوموا وضغوط كتير عليه، يا ابني هتعمل ايه بالعلم وبالدراسة هتبقى ايه؟ سؤال عارف إجابته في عمره في يوم محيره. أمه دايما في ظهره بتسنده وتصبره، بس فجأة مرض أبوه بقى ياكل فيه ويكسره. لازم الحق إخواته وبيته قبل ما يخسره. نزل ورشة أبوه وقال للناس حنسى العلام، شهور واتقال عليه قسطة زي أبوه تمام. بسر كان بيذاكر والدكاترة قدروه، عرفوا ظروفه ومشاكله في الغياب استحملوه. يوم استلم الشهادة كان طاير فوق السما، مهندس ميكانيكا قد الدنيا. إنما خبر وفاة أبوه كان رصاصة هتقتله، كتر همومه من صغره قدرت يومها تصبره. الورقة لبتها وفعالي بقول ده مش هيقع، وللوظيفة خلاص اخترته لأنه جدع. لأنا هتحط على الهامش ولا هقبل أكون عرف، دي الدنيا بتمشي عشان إحنا في نفس الصف. أنا بسبق بتحدى ظروف أنت ما بتعيشهاش، ودور هو لا يمكن يوم يكمل غير بدور هي. معاد المقابلة جه، متحمس ان اشوفه واسمع منه اكتر عن حياته واحلامه وظروفه. بس المفاجأة كانت ان نور ما طلعش راجل، في بنت قدامي بتقول لي اهلا، ما بقتش فاهم. سألت باستغراب اسمك نور عبد الكريم، ردت عليا بابتسامة اهلا وانت مين؟ سألت تاني ليك اخوات، ردت ايوه بنات وانا المسؤول عنهم من يوم ابويا مات. اتصدمت من الاجابة، نفس كلام السطور وجوه عقلي الف صوت بيقول لي مش معقول. ازاي كانت في ورشة؟ ازاي كانت سند؟ ازاي كانت رجولة لبنت اصلا مش ولد؟ ازاي عمر الرجالة يقولوا ليها يا ريصة؟ ازاي حقول اخترت ست اخترت مهندسة؟ جوايا صوت بينكر السؤال قبل الاجابة، بينكر التردد وبيأمر بالاستجابة. لصوت العدل فيا ويفكرني باختياري، عشان قدامي بنت يبقى هغير قراري. عيب وعار عليا وليها لازم اعتذر، ازاي ما بين افكار مريضة قديمة بتأثر. عقلت وديت لنور ورقة مذكراتها، قلت لها اني عارف كتير قوي عن حياتها. مبروك عليكي الشغل ومتأكد هتنجحي، واتمنى نكون صفحة حياتك فيها تفرحي. لا